أصدقائي أولياء الأمور الصف الرابع الابتدائي، السلام عليكم. معكم مستر محمد إبراهيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الجرامر بتاع يونيت 8 من منهج إنجليش وورلد للصف الرابع الابتدائي. عندنا زي ما احنا شايفين الجرامر، عندنا بعض الكلمات واستخداماتها زي somebody اللي هي بالظبط كمان زي someone شخص ما، everybody everyone كل شخص أو كل واحد، anybody anyone أي أحد، nobody no one لا أحد. طبعا معناهم بالعربي مهم جدا، وكمان معناهم بالإنجليش. somebody يعني شخص ما، everybody كل شخص أو كل واحد، anybody أي شخص أو أي حد، nobody no one لا أحد. قبل ما نبتدي نتكلم في استخداماتهم، تعال نثبت شوية قواعد كده نبتدي نتكلم عنها، ألا وهي الحاجات اللي أنا كاتبها عندي هنا في يونت 8. يعني زي ما احنا شايفين عندنا any وعندنا some وعندنا no وعندنا every. ممكن هنا يبقى عندنا any بتيجي مثلا مع anybody أو anything أو anywhere. ده بتختلف، لو أنا بتكلم على شخص فهقول زي ما احنا عارفين كده، لو هو شخص هقول anybody، لو بتكلم على شيء هقول anything، لو بتكلم على مكان هقول anywhere أي مكان. اللي يفرق معايا واللي انا عايزك تبقى عارفه استخدمنا الاني عامة، اني امتى نستخدم اني مع الحاجات دي. وطبعا الجملة بتختلف، لو انا بتكلم على شخص فبقول anybody، لو انا بتكلم على شيء بقول anything، لو بتكلم على مكان بقول anywhere. اهم شيء نعرف استخدام اني، امتى بنستخدم اني. طيب بمنتهى البساطة اني بتيجي في ال question و ال negative form. خلينا نعمل كده، ال question form صيغة السؤال امتى بتيجي اني؟ اني بتيجي في ال question form، بتيجي في صيغة السؤال، وكمان بتيجي في ال negative form في صيغة النفي. خلينا ناخد بعض الأمثلة عشان نتكلم ونستخدم مثلا اني من غير الحاجات دي حتى، يعني هنتكلم في اني بس. فلو حبيت أقول مثلا are there any eggs in the fridge؟ هل في بعض أو في أي بيض مثلا في التلاجة؟ are there any eggs in the fridge؟ هل في أي بيض في التلاجة؟ are there any، زي ما احنا شايفين any بتيجي في السؤال زي ما احنا شايفين، وكمان بتيجي في النفي. أنا لو حبيت أقول مثلا there isn't any water in the glass، there isn't any. يبقى عايزين نثبت قاعدة any اللي هي بتيجي في ال question form وبتيجي في ال negative form. طيب استخداماتنا بقى ل any، لو أنا بتكلم مثلا في anybody، عايز استخدم وأقول شخص ما. طيب أنا لو عايز أقول مثال ل anybody هقولها إزاي؟ مثلا لو أنا مثلا بقول أنا مش شايف حد، أنا فتحت الباب ومش شايف حد outside، فهقول I can't see anybody outside. I can't see anybody outside. إيه اللي خلاني أستخدم هنا anybody؟ لأني ثبتت قاعدة إن any بتيجي دايما في النفي، فزي ما إحنا شايفين كده I can't see anybody. طيب أنا لو جيت أقول مثلا I don't have money، أنا معيش فلوس. Can anyone أو anybody، لأن anyone زي anybody، can anybody give me money؟ ممكن أي حد يديني فلوس؟ ليه اخترت هنا وقلت anybody؟ لأنها صيغة سؤال. يبقى ده اللي يخلينا نفتكر دايما اللي any سواء بقى مع anybody أو anything أو anywhere بتيجي دايما في صيغة السؤال والنفي. لو احنا عايزين نتكلم مثلا ونستخدم anything، مثلا لو حبيت اقول مثلا اي شيء anything، I don't drink anything yet، انا لغاية دلوقتي لسه ما شربتش حاجة، زي ما احنا شايفين كده جت في النفي anything.
اللي عايزين نوصل له. ده مثال مثلا من ضمن الأسئلة، إن إني دايما بتيجي في السؤال والنفي، إني بتيجي في السؤال والنفي. طيب عايزين ناخد الحاجة اللي بعدها، ألا وهي some. زي مثلا لو بتكلم على شخص ما فبقول somebody أو someone. لو عايز أتكلم على شيء بقول something. لو عايز أتكلم على مكان بقول مكان ما، يعني somewhere. لأن احنا عارفين إن body بتدل على شخص، something بتدل على شيء، somewhere بتدل على مكان. طيب عايزين نثبت قاعدة لsome. لو أنا شفت some إمتى هستخدمها؟ هي هتيجي في جمل الإثبات some، جمل الإثبات affirmative، وكمان هتيجي في الأسئلة. هتقول لي يا مستر طب هي إزاي هتيجي في الأسئلة؟ هقول لك بتيجي في صيغة سؤال request، اللي أنا بريكوست شيء أو بأوفر شيء، بعرض حاجة. طيب عايزين نشوف حاجة زي كده هنعملها إزاي. يعني أنا قلت دلوقتي somebody something somewhere، بنثبت بس اللي قاعدة some دي، كلمة some دي حتى لو جت بالشكل ده somebody أو something أو somewhere أو جت some لوحدها، لازم تيجي في جمل الإثبات affirmative أو في الأسئلة. بس في الأسئلة بتيجي لما أنت بتيجي تطلب حاجة أو بتيجي تعرض حاجة. طب عايزين ناخد أمثلة على الكلام ده، على some. لو أنا هقول مثلا في some، عايز أقول مثلا أنا شايف بعض الناس في الشارع، هقول I can see some people. أنا شايف بعض الناس في الشارع. I can see some people in the street. أنا شايف بعض الناس في الشارع. ممكن برضو استخدم some لو جيت أقول مثلا أنا معايا بعض الآيس كريم. I can، أو بلاش I can، هقول مثلا I have got، يعني أنا معايا I have got some ice cream for you. أنا معايا بعض الآيس كريم ليك. فاحنا عارفين اللي ليه some بنستخدمها في الحالة دي، لأنها جملة إثبات. some جملة إثبات، أنا مش شايف أي نفي. I can see some people in the street. I have got some ice cream for you. دي جمل إثبات. هتقول لي يا مستر أنت قلت كمان اللي هي بتيجي في السؤال. ده فعلا حقيقي، لما يجي لك سؤال وحد بيعرض عليك حاجة، بيعرض عليك بيوفر عليك حاجة، يقول لك مثلا would you like، هو أنت عايز، would you like something؟ اهي بتيجي في السؤال something، انت عايز بعض من الشاي. او كنت انت ممكن تقول can I have some مثلا، بتطلب حاجة فانت اللي بتطلب، فبتقول can I have something، ممكن اخد بعض من الشاي. الهدف من الكلام ان في السؤال الاولاني حد بيعمل عملية، هنا would you like some tea، دي offer بيعرض عليك حاجة. can I have some tea، ده request انت اللي بتطلبه. يبقى نثبت قاعدة some اللي هي بتيجي في جمل الإثبات مفيش أي نفي، والحاجة التانية كمان زي ما احنا شايفين بتيجي في offer أو بتيجي في request، في حد بيطلب حاجة أو بيعرض عليك حاجة. طيب من ضمن الحاجات كمان اللي احنا عايزين نتكلم فيها، ان لو جيت أقول مثلا someone شخص ما، لو هنتكلم في مثلا someone شخص ما، someone شخص ما، الشخص دوت someone has left، يعني ترك أو left، خليها كده في الماضي. يبقى someone left this present for you، شخص ما ترك الهدية دي ليك. someone يبقى زي ما احنا شايفين برضو بتيجي في جمل الإثبات، لأن اللي بيفكرني دايما كلمة some اللي هي بتيجي في جمل الإثبات. someone left this present for you. يبقى خلينا نتفق إن some بتيجي في جمل الإثبات، وبتيجي ببعض الأسئلة اللي هي بتكون question. الأسئلة دي بتكون request أو بتكون offer، يا إما أنت بتطلب حاجة يا إما حد بيوفر عليك حاجة. طيب خلينا نرجع لدي وبعدين نبتدي نتكلم بالتفاصيل. no، إمتى no بتيجي؟ نو دي هي اصلا في حد ذاتها بتدل على النفي. فانا لو جيت اقول nobody، لا احد، nobody. لو جيت اقول nothing، ما فيش حاجة اسمها بقى nothing، لا اسمها nothing. nobody nothing nowhere، لا مكان اروح فيه. I have nowhere to go، انا ما عنديش مكان اروحه. يبقى nobody بتدل على لا شخص
nothing لا شيء nowhere لا مكان دايما بتيجي في جمل الإثبات بس هي بتدل على النفي. يعني مثلا لو عايز أقول I haven't got any money أنا معيش أي فلوس، ممكن أقول نفس الجملة بس الفعل ما فيهوش نفي، يعني بقول I have got no money I have got no money أنا معيش أي فلوس. عايز أقول مثلا I have nothing أنا معايا لا شيء، يبقى الجملة بتدل على النفي. no دي كده بتدل على النفي بس هي بتيجي في جمل الإثبات. يعني هقول لكم الجملة اهي، عايز أقول I haven't anything أنا معيش أي شيء، لأن إحنا عارفين اللي بـ anything بتيجي في حالة النفي. نفس الجملة هقولها بصيغة تانية، هقول I have جملة إثبات أهي nothing أنا معايا لا شيء، نفس الجملة بس دي جملة نفي negative، لكن دي جملة إثبات بس بتحمل معنى النفي، بتحمل معنى النفي. فدي كده فكرة نو. قبل ما نبتدي نتكلم على التفاصيل دي، nobody لا شيء لا شخص، nothing لا شيء، nowhere لا مكان. احنا بس لو ثبتنا قاعدة نو دي في دماغنا، اللي هي دايما بتدل على النفي وبتيجي في جمل الإثبات. تعال نتكلم على every. every بتدل على كلمة كل شيء أو كل شخص أو كل مكان. every every دايما بتيجي في جمل اللي احنا بنتكلم عنها دايما جمل الإثبات. يعني مثلا عايز أقول everyone knows this isn't true مثلا، كل واحد عارف ان ده مش حقيقي. لو جيت مثلا اقول is everything ready، طيب كل شيء جاهزة. فبصورة او باخرى كلمة every بتدل على كلمة كل، وهناخد امثلة عليها كتير دلوقتي. نقدر نقول ان every مثلا بتيجي في البوزيتيف وبتيجي في النيجاتيف وبتيجي في الكويشن، ما لهاش قاعدة. يعني انا ممكن اقول is everything is ready، يعني خلينا نتكلم فيها كده is everything is ready، ده سؤال مثلا. لو جيت اقول جملة اثبات وقلت I lost everything انا فقدت كل شيء، يبقى I lost everything ده جملة اثبات. is everything is ready ده سؤال اهو، is everything is ready كل حاجة جاهزة. ولو عايز حتى اقول جملة نفي ممكن اقول مثلا I haven't looked everywhere yet أنا لسه ما بصيتش في كل الأماكن. I haven't looked everywhere yet أنا لسه ما بصيتش في كل الأماكن اللي بدور عليها مثلا. طيب دي كانت فكرة عامة عن القواعد المهمة اللي هي any. خلينا نثبتها كده قبل ما نخش بقى في التفاصيل بتاعتنا. any بتيجي في الكويشن فورم والنيجاتيف فورم، سواء anybody anything anywhere أو any لوحدها. طيب some بتيجي في جمل الافيرماتيف في جمل الاثبات، وبتيجي في الكويستشن لو انت بتريكويست حاجه او بتوفر على حد حاجه، وممكن تيجي طبعا some لوحدها او somebody something somewhere. عندنا no هي بتيجي في جمل الاثبات بس بتحمل النفي. فما اجي اقول I have nothing هي I don't have او I haven't anything، دي جمل النفي. every بتيجي في جمل الإثبات وفي جمل النفي وبتيجي كمان في السؤال is everything is ready is everything is okay is everything okay is everything ready I lost everything جملة إثبات أنا فقدت كل شيء. طيب هتيجي تقول لي إمتى أستخدم some بس وإمتى أستخدم somebody أو something أو somewhere، إمتى أستخدم any بس وإمتى أستخدم anybody و anything و anywhere، وإمتى أستخدم no بس و nobody و nothing و nowhere وهكذا. خلينا كده نوضحها واحدة واحدة، امتى استخدم some او any او no او every. الموضوع بسيط جدا، تعال ناخد بعض الامثلة اللي موجودة معانا والموضوع هيوضح قوي دلوقتي. انا بقول مثلا في المثال ده what is that noise هي ايه الدوشة دي، فالاجابة عندي there is someone in the kitchen شخص ما في المطبخ. هنا someone شخص ما، انا بقول انا شايف شخص ما. طيب امتى هقول some بس؟ some دي انا عايزك دايما تفتكر اللي هي بتيجي بمعنى لو لوحدها بمعنى بعض من، يعني مثلا زي ما احنا قلنا جملة الاثبات some tea، لو جينا مثلا نقول some
بوكس بعض الكتب. هي سام بتيجي كلمة وراها countable، كلمة بتتعدي زي دي، وكلمة uncountable عادي جدا مفيش مشكلة. الهدف من الكلام لو انت استخدمت سام بس لوحدها لازم يجي وراها اسم، لازم يجي وراها حاجة. يعني انا مثلا بقول لك would you like some، انت عايز بعض بعض ايه، لازم تجيب كلمة وراها. some tea some books مثلا. لكن لو جيت اقول مثلا someone، ده بطل الجملة اللي بتكلم عنه، someone stole my money، شخص ما سرق فلوسي. ده اللي انا عايزك تفهمه. ما ينفعش اقول someone tea someone books، لا، someone stole my money، او I can't see، لا استطيع ان ارى anybody او anyone. هي بالظبط anybody زي anyone. اللي عايز اقوله لك اللي دي ليها استخدامات، ولو ترجمت الجملة لنفسك هتفهم. اللي عايز اقوله اللي سام بيجي وراها اسم، اني بيجي وراها اسم، every every day every بيجي وراها اسم او وراها جملة. لكن كلمة someone دي شخص ما، لو جيت اقول something شيء ما، لو جيت اقول nothing لا شيء. التدريبات هتوضح دلوقتي. خلينا نقرأ الأسئلة دي كده اللي بتتكلم على someone everyone، بتتكلم على no one على nobody. احنا بس ثبتنا قاعدة امتى بنستخدم any، امتى بنستخدم no، امتى بنستخدم someone. اول مثال كان بيقول what is that noise، فقلت there is someone in the kitchen. ليه استخدمنا some؟ لان some بتيجي في جمل الاثبات وهنا someone. طيب they are all laughing، كلهم بيضحكوا. everyone is happy، كل شخص كل واحد مبسوط جدا. اللي عايز اقوله لك ودي معلومة مهمة جدا جدا جدا، ان someone دي مش جمع. انا بقول كل واحد بس هي بتعامل معاملة المفرد. everyone زي ما انت شايف وراها is، everyone وراها is. هنا مثلا I haven't got a pen، انا معيش قلم. can anyone give me one، ممكن اي حد يديني القلم ده. هنا anyone بتيجي برضو مفرد لان الفعل زي ما انت شايف can anyone give. the classroom is empty، الفصل بتاع المدرسة فاضي. no one is there، مفيش حد هناك. زي ما انت شايف بعد no one get is، بعملها معاملة المفرد. the people are silent، nobody is talking، is everybody، كل شخص loves ice cream. شايفين loves اللي هي اس بتاعت المضارع. the house is dark، there isn't anybody at home. anybody زي ما احنا شايفين كده any body get، لان any بتيجي في النفي وهنا الجملة في النفي. خلينا نراجع القاعدة سريعا. any اللي لو جت لوحدها او جت anyone زي anybody او anything او anywhere لازم تيجي في السؤال او النفي. anyone anybody anything anywhere او any لوحدها، لو جت any لوحدها لازم وراها كلمة. طيب no بتيجي في جمل الإثبات وبتحمل معنى النفي زي no one nobody أو nothing أو nowhere، أو بتيجي لوحدها no. some بتيجي بمعنى بعض، بعض من، شوية، بعض من، بتيجي في جمل الإثبات أو بتيجي في السؤال، ولو جت في السؤال بتبقى يا إما request يا إما offer، يا إما أنت بتطلب حاجة يا إما حد بيعرض عليك حاجة. someone somebody something somewhere زي ما احنا اتفقنا قبل كده. body بتدل على شخص، thing بتدل على شيء، where بتدل على مكان. دلوقتي هنبتدي نروح للتدريبات اللي موجودة معانا في البيج دي، والدنيا هتوضح اكتر بالتدريبات، ومعانا محمود طبعا هيبتدي يحل معانا التدريبات. طيب زي ما احنا شايفين كده دي تدريبات موجودة underline، underline the correct words in brackets، نحط خط تحت الإجابة الصحيحة. بعض أهم الأسئلة اللي موجودة هنا، إزاي نستخدم some لوحدها أو any لوحدها أو no لوحدها أو anybody. الفكرة اللي أنت لازم تبقى فاهم معنى الجملة، وتبقى عارف زي ما فكرتك اللي some أو no أو any بيجي وراهم كلمة، لكن anybody يعني ما ينفعش أقول would you like somebody tea، لا ما ينفعش would you like some tea كده جات لوحدها لأنها سبقت some tea مثلا. خلينا نشوف جملة جملة كده هنحلها ازاي. طيب نشوف مع بعض كده يا محمود. عندنا أول سؤال بيقول، اقرأ لي السؤال كده. have you got have you got، هل أنت معاك
توميتوز ده سؤال، فاحنا عارفين ان السؤال دوت هنستخدم، احنا عارفين اني بتيجي في السؤال والنفي. هنا ما حدش بيعرض عليك حاجة، ده هنا حد بيسأل، لا انت بيعرض عليك عشان تستخدم some ولا انت بتطلب من حد حاجة. Have you got any tomatoes؟ هل انت معاك اي tomatoes؟ يبقى have you got any، have you got any، هل انت معاك اي tomatoes؟ Have you got any tomatoes؟ طيب رقم اتنين، there are exercise books on the floor. هنا ما ينفعش استخدم somewhere ولا something ولا somebody، لان دي كتب تدريبات زي ما احنا شايفين. يبقى الكلمة اللي عندنا تنفع ايه؟ some. اقرا لي الجملة كده تاني. There are some exercises books on the floor. There are some exercise books on the floor. ليه استخدمنا some؟ لان some بتيجي في جمل الاثبات، والجملة دي جملة اثبات. طيب هنا السؤال رقم ثلاثة، Did you get the ketchup؟ هل انت حصلت على الكاتشب؟ No. We hadn't got. لا احنا ما حصلناش على. ما ينفعش اقول some لان الجملة دي النفي. ما ينفعش اقول something. ما ينفعش اقول no one، لا احد. ما ينفعش، كل دي ما تنفعش. No we hadn't got something. لا، something بتيجي في جمل الاثبات، يبقى no we hadn't got any. We hadn't got any. Number four، You should eat. انت لازم تأكل fruit، fresh fruit. هنا بتيجي بمعنى بعض. هدي جملة إثبات. لأني ما تنفعش لأن أني بتيجي في السؤال والنفي. Everybody، somebody. ما ينفعش أقول مثلا you should eat everybody fresh fruit. ما ينفعش. You should eat somebody fresh food. ما ينفعش. يبقى you should eat some fresh fruit. لازم تأكل بعض الفاكهة الطازجة. Number five، we had to wait for minutes. لازم ننتظر بعض الدقايق. هل ينفع اقول any minutes؟ ما ينفعش لان any بتيجي في السؤال والنفي. Nobody، ما ينفعش اقول nobody وراها كلمة تانية minutes. ما ينفعش اقول something minutes، يعني احنا لازم ننتظر بعض الدقائق. يبقى we had to wait for some minutes. طيب ده كده جملة برضو إثبات، وادي صم جت في جملة إثبات. طيب هنروح عند نمبر 6، Is there lemonade left؟ lemonade left، هو في بعض يعني الليمون أو عصير الليمون موجود أو متروك؟ زي ما احنا عارفين إن ده سؤال، والسؤال دوت هتقولي ممكن أستخدم صم، بس ده سؤال أنت ما بتعرضش على حد حاجة ولا حد بيعرض عليك حاجة، ده سؤال، فهستخدم any لاني ما ينفعش اقول nothing. Nothing بتيجي اصلا في جمل الاثبات وتحمل معنى النفي، و anywhere بتاعت مكان. هتقولي طب انا ممكن استخدم some او any، انا مش عارف اختار ايه. هقول لك some دايما افتكر اللي هي يا اما request، انت بتطلب حاجة، يا اما حد بيعرض عليك حاجة. افتكر المثالون دول، can I have some tea؟ ممكن احصل على بعض الشاي، انت بتريكوست حاجة، بتطلب حاجة. او Would you like some tea؟ انت عايز بعض الشاي، لكن هنا عشان any بتيجي في السؤال، Is there any lemonade left؟ في بعض في اي ليمون موجود متروك يعني. دي كده نمبر 6. هنروح عند نمبر 7، They didn't sing. دي نفي. ايه اللي بيجي في جمل النفي؟ They didn't sing song. هقول some song ولا any song ولا anything song ولا somewhere song؟ تفتكر ايه؟ any. They didn't sing any songs. وبعد ما تجاوب الجملة دايما فكر اقراها، هل الجملة ليها معنى كده مفهوم؟ انا ليه اخترت any؟ لان دي جملة نفي. They didn't sing any songs. طيب number 8، here are، هنا في cornflakes. ادام في كلمة يبقى لازم اختار اي cornflakes ولا لا احد cornflakes ولا لا مكان كورن فليكس ولا بعض الكورن فليكس. some. here are some corn flakes. but شوف بقى جملة التانية لما جت، but there isn't any milk. طب ليه استخدمنا هنا any؟ عشان any بتيجي في النفي. any بتيجي في النفي، وفعلا الجملة دي منفية، but there isn't any milk. طيب تعال نشوف بقى رقم 9، هنشوف كده محمود هيحلها صح ولا لا. I'm looking for good music. انا بدور على بعض الموسيقى الجيدة. هل ينفع اقول any good music ولا anything
good music ولا some good music ولا something good music؟ some. ليه some؟ لأن some بتيجي في جمل الإثبات. آه مفيش أي نفي يبقى اختار some. طيب تعال نشوف الإجابة number 10 ودي برضو عايزة تفكير كويس جدا. There is هقول هنا there is any butter. Butter اللي هي الزبدة in the fridge. لازم تقرأ بقية الجملة عشان تعرف المعنى. There is butter in the fridge. دي جملة إثبات زي ما احنا شايفين. Let's go and get some. يلا بينا نحصل على حبة. يبقى هي كانت موجودة ولا مش موجودة؟ كانت مش موجودة. مش موجودة لأنه بيقول let's go and get some. طب تفتكر هنختار إيه؟ There is any butter ولا there is no butter ولا there is some butter ولا there is many butter؟ تفتكر هنختار إيه؟ ليه ميني؟ هي الزبدة بتتعد، احنا قايلين اللي باتر، ميني دي بتيجي مع الحاجات اللي بتتعد، يبقى ممكن نختار ايه تاني؟ سام. طب سام ليه واحنا رايحين نجيب؟ ادام موجود، يعني لو كان موجود، ليه بقى هقول لك ليتس جو اند جيت سام؟ طب يلا بينا نروح نجيب، طب ما هي مش موجودة، يبقى ذير از؟ اني. لا مش اني، لأن اني بتيجي في السؤال والنفي، يبقى ذير از؟ نو. نو، اه، ذير از نو باتر ان ذا فريج. مفيش ولا زبدة في التلاجة. Let's go and get some. يلا بينا نروح ونحصل عليها. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. ما هو لازم بنفكر مع بعض. I can hear at the door. أنا سامع هقول somebody ولا some ولا any ولا anywhere. Anywhere يعني أي مكان. Any ما ينفعش أقول لأن لازم يبقى وراها حاجة. Some لازم يبقى وراها حاجة. يبقى الإجابة إيه؟ somebody. I can hear somebody at the door. أنا سمع شخص ما كده على الباب. طيب هنروح عند رقم 12. Does ده سؤال بيبتدي ب does. Does want to go to the cinema. Does إيه بقى؟ في حد عايز يروح السينما؟ هقول anywhere ولا anything ولا anybody ولا something. anybody. anybody. برافو ممتاز. Does anybody want to go to the cinema؟ هو في أي حد عايز يروح السينما؟ ده من ضمن الأسئلة المعنى وأنا عارف اللي any سواء جت لوحدها أو جت مع anybody أو anything أو anywhere بتيجي في السؤال وهنا ده معنى الجملة. ما أنا ما ينفعش أقول does anything هو في شيء وما عايز يجي يروح السينما، لا أنا عارف اللي أنا عايز شخص، يبقى does anybody want to go to the cinema. طيب number 13 رقم 13. What are you doing on Friday؟ أنت هتعمل إيه أو بتعمل إيه يوم الجمعة؟ ركز واقرا الجملة للآخر. I am free. أنا فاضي. هقول everything I am free ولا something I am free ولا nowhere I am free ولا nothing I am free. Nothing. آه شفت معنى الجملة nothing ولا شيء أنا فاضي. مع إنها جملة أهي يعني بتجاوب على سؤال لأن إحنا عارفين إن nothing بتيجي في جمل الإثبات بتدل على النفي فالمعنى ماشي. What are you doing on Friday? Nothing. I'm free. طيب هنروح عند رقم 14 number 14. Can tell me the capital of Egypt. ممكن أي حد يقول لي عاصمة مصر. هل هقول someone, somebody, anyone, somewhere؟ تفتكر هنختار إيه؟ anyone. ليه anyone؟ عشان بتسأل شخص ما وجت في السؤال. اه يبقى anyone عشان any عامة بتيجي في السؤال والكلام مظبوط. anyone. Can anyone tell me the capital of Egypt. مظبوط الكلام. تعال نروح number 15 نشوف رقم 15. اه خد بالك ده سؤال. Would you like to eat. Would you like. انت عاوز يبقى انا بعرض عليك حاجة. بعرض عليك حاجة. افتكر الجملة دي. بأوفر عليك حاجة. يبقى would you like. هقول anything to eat ولا something to eat ولا anywhere بتاعت المكان ولا no one بتاعت الأشخاص to eat. تفتكر ايه؟ anything. لا هتقول لي anything بتيجي في السؤال صح؟ صح. هقول لك لا بس انا بعرض عليك. فاكر لما قلت لك some بتيجي في اللي انا بأوفر عليك حاجة بعرض عليك حاجة. هو انت عاوز حاجة تاكلها؟ would you like. يبقى ايه الإجابة؟ something. Something. would you like something to eat. هو انت عايز اي حاجة تقولها او تاكلها؟ هتقول لي يا مستر ما anything بتيجي في السؤال. هقول لك صح بس انا هنا قلت لك لما تلاقي some بتبقى جاية في الريكوست او الاوفر. طيب number 16 رقم 16. the film was in German. الفيلم كان بالالماني. so I couldn't understand. نفي. they said. هل هقول I couldn't understand something
ولا I couldn't understand nowhere بتاعت المكان ولا I couldn't understand nothing ولا I couldn't understand anything they said. تفتكر ايه؟ Nothing. ما ينفعش لان الجملة دي نفي. I couldn't understand nothing. ازاي نفي؟ هي ما بتجيش في النفي، بتيجي في جمل الاثبات. يبقى I couldn't understand ايه؟ Anything. برافو. هو ده اللي انا عايزك تفهمه، اللي انت امتى تستخدم الشيء any، لو جت لوحدها او جت anything يا بتيجي في السؤال او النفي. طيب I am sad، بس خد بالك زي ما احنا قلنا لو في السؤال مش لازم يكون سؤال، لو anything جت سؤال بيعرض عليك حاجة او انت بتطلب حاجة. I am sad، انا زعلان. دي الجملة، ترجم الجملة للاخر عشان تفهم معناها. I am sad، خلينا بس نوضح للناس كده. I am sad، انا زعلان. Because، علشان. Remembered my birthday، افتكر عيد ميلادي. هل هقول I am sad because nothing ولا somebody ولا something ولا nobody remembered my birthday؟ تفتكر الإجابة ايه؟ Nobody. عشان انا زعلان عشان ما فيش حد افتكر عيد ميلادي. اهي nobody، no بتيجي في جمل الإثبات وتدل على النفي. ما انا لو بقول شخص ما تذكر عيد ميلادي يبقى انا زعلان ليه؟ I'm sad because nobody remembered my birthday. طيب رقم 18، as it's your birthday، ده عشان عيد ميلادك النهاردة. You can order، انت ممكن تطلب from the menu. هل هقول anything ولا somewhere ولا some ولا any from؟ مش هينفع استخدم some ولا هينفع استخدم any عشان مفيش كلمة وراهم. يعني ممكن اقول some cakes او any fruits، لا مفيش اي حاجة وراهم. طيب as it's your birthday، تخيل كده انا بقول لك النهاردة عيد ميلادك. You can order anything from the menu، انت ممكن تطلب اي حاجة انت عايزها من المنيو. طيب oh no، يا الهي ايه ده؟ هقول somebody ولا somewhere ولا anywhere ولا some has eaten my chocolate cake، في حد كل الكيكة بتاعتي. هقول ايه بقى؟ somebody oh no somebody has eaten my chocolate cake. طيب هنا بنتكلم وبنقول بصورة واضحة وبسيطة poor thing. Poor thing. Poor thing. We have to do to help. يعني شيء ضعيف اللي بيحصل ده، أو في حاجة بسيطة اللي ضعيفة أو اللي حصلت، إحنا لازم نعمل شيء ما عشان نساعد. هل هنقول we have to do some دي قلت لك بيجي وراها كلمة زي some fruits some books، ولا ينفع أقول somewhere بتاعت مكان ولا something ولا no one؟ هنا نختار إيه؟ we have to do إيه؟ something. لازم نعمل حاجة عشان نساعد. We have to do something to help. يعني دي فكرة عامة عن الجرامر بتاع يونت 8. سريعا نقدر نقول هنفكر ازاي. لازم نبقى عارفين اللي somebody هي someone، everybody everyone، anybody anyone، nobody no one.